يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني فهمني، لقمة العيش هنا صعب، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمة سهلة. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزادة شوية كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ تفضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومة بتصرف المصاريف الجامدة دي. بقولك ايه؟ خد يا حسنين دول وموصل لغاية موقف التاكسي الأجرة وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال. زي بعضه. هات ياسين انت ما صدق. الأجرة يا فندية. طب نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى، دفعت الأجرة مضاعف. قال أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زي الناس. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأونطة دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أدينا هنزل يا أخويا ما تسوق. أدينا افتح لي الصخمطة دي وحياتك. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي بقى في النشا الشروق بقى، ان شاء الله يطلع لك طار بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. كبداء الميه انت واللي يعرفك لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو بيشتهي بيت ربنا؟ أنا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى عشان افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، اصحى يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. ايه؟ مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا ابويا، لا يا ابويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انام نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي الناس لبعضيها. قوم. تمام. مقطوع من شجره واقع من على النخله وحالته انفشه وشكله انشته. طب ما جهزتوش ليه؟ ان شاء الله، بس اما نجوه شويه والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. انت بتتكلم كده ليه؟ لا مؤاخذه، اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت. مؤاخذة يا معنانا. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان. ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا ربيع.
يا سي حسن سنين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما بقولها لك بقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول يعني خلينا في السرير احسن. يا سي خليل حمار الغبي يا حسن سنين، انا بالمؤاخذة الواد ده بيدوله شهادة. شهادة ايه بقى؟ شهادة هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهة انتكه. انتكه؟ انتكت ايه؟ خزق عين هياكله الشهد. خزق عين هياكله شهد؟ الشمال بس، ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عاهتهم. من عرق عاهتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطه، اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت له. طب خلاص انت استسلمنا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واد. سيبوه دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. هناك تعالى لي. لف لي لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز لف لفتين. وريني. شكله مش بطال. كويس. ده هتعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش. انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجة ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحمه عزيز قوم زل.